أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا للي اختار أنه يكون معنا في على ضوء السيشنز اللي كلها ممتعة ومشوقة. يعني أنا اسمي روبا الزعبي، رح أصحبكم اليوم كميسرة لجلسة محرك الأردن الأخضر والمعنية بالتغير المناخي والنمو الأخضر. ما رح نعيد العرض التقديمي اللي استمعتوا إليه الصبح، بعتقد أنه الكل كان بجلسة صباحية واستمعتوا، وبرحب طبعا بأصحاب المعالي الحاليين والسابقين الموجودين معنا، أهلا وسهلا بالزملاء والزميلات والأصدقاء جميعا. بنيت رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين أساسيتين، أول واحدة هي النمو الاقتصادي والثانية هي جودة الحياة، وكان الجلو أو اللاصق أو الرابط الهام جدا بينهم هو الاستدامة. موضوع الاستدامة اليوم ويمكن لأول مرة بيكون أحد المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في الأردن. ماذا يعني ذلك؟ سنستمع اليوم إلى نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي والاختصاص اللي بتشرف بتيسير الحوار معهم حتى نتعرف أكثر شوي على محرك الأردن الأخضر، وحتى كمان نعرف كيف يرتبط بالهدفين الرئيسيين لرؤية التحديث الاقتصادي، وهم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. بالنسبة لهذا المحرك، هو واحد من 8 محركات اشتملت عليها رؤية التحديث الاقتصادي. طبعا رؤية التحديث الاقتصادي هي خارطة الطريق زي ما استمعتوا صباحا للعرض التقديمي، وستوضع بين يدي الحكومة والحكومات المتعاقبة خلال 10 سنوات القادمة، طبعا لأولا وضع برنامج تنفيذي ومن ثم للتنفيذ والمراجعة والتقييم وما إلى ذلك. طبعا بموجب الدستور الحكومة المسؤولة، لكن كان الاكسرسايز أو البروسيس اللي مرقنا فيه من شهر 3 حتى اليوم من خلال أكثر من 500 صاحب رأي وذو اختصاص، كان لبلورة وإحداث التناغم، خلينا نحكي، بين العدد الكبير من الاستراتيجيات والسياسات اللي موجودة عندنا بالمملكة في القطاعات المختلفة، وأيضا للتركيز على تحدي أساسي. هو في عندنا 1,000,000 أردني وأردنية راح يدخلوا سوق العمل أو راح يحاولوا يدخلوا سوق العمل في 10 سنوات القادمة، فكان من أهم الأولويات اللي نظرت إلها مجموعات العمل هي كيف سأعظم وأوسع من النمو الاقتصادي حتى نستطيع استيعاب هذا العدد، ومن جانب آخر كيف سينعكس هذا النمو الاقتصادي على تحسين جودة ونوعية الحياة في الأردن. طبعا من أهم ما يميز محورنا أو محركنا اليوم هو أنه ارتباطه كبير جدا بالقطاعات والمحركات والأهداف الأخرى. يعني لا يمكن أن نتكلم عن أردن أخضر، أردن مستدام، التعامل مع التغير المناخي، الاقتصاد الأخضر دون أن نتطرق إلى تقريبا كافة القطاعات الأخرى. وهذا الإشي اللي خلى يمكن عمل المجموعة العمل ضمن جلسات أو ورشات العمل كانت يمكن من المجموعات الأكثر متعة والأكثر تحدي في نفس الوقت، بسبب هذا الترابط والحاجة إلى تعزيز التناغم مع القطاعات الأخرى. ما بدي أطيل عليكم، إحنا في عنا ضمن هذا المحرك 3 برامج فرعية، هي الاقتصاد الأخضر، نمو القطاعات الخضراء، والتنمية الحضرية الخضراء، ويندرج تحت هذه 3 برامج 20 مبادرة. وطبعا للحديث عن هذا المحرك يسعدني أنه يكون معي اليوم، رح أبدأ من الشمال إلى اليمين، أخونا زميلنا وصديقنا عمر أبو عيد. عمر هو مدير برنامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، وعمر له باع طويل في دعم ملف الطاقة الخضراء في الأردن، يمكن أدار ملف قيمته فوق 160 مليون يورو في السنوات الماضية، واليوم هو عم بحضر ملف جديد قيمته فوق 100 مليون يورو متعلق بالاقتصاد الأخضر. أهلا وسهلا عمر. ومعالي مهندس خالد الإيراني، أهلا وسهلا، غني عن التعريف. معالي موجود بصفته رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة،
رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير بيئة سابق، وزير طاقة وثروة معدنية سابق، وأيضا كان المدير العام للجمعية لفترة طويلة من الزمن، وله يعني بصمته الخضراء في المملكة. أهلا وسهلا عليك. معي الست دينا كسبي. دينا هي مديرة برنامج ضمن المشروع الإقليمي للطاقة والمناخ اللي بتديره مؤسسة فريدريش إيبرت. دينا بتشتغل خلال عملها في المؤسسة على موضوع العدالة المناخية، بتشتغل أيضا على مواضيع لها علاقة بالمدن المستدامة أو الأكثر استدامة، وأيضا على التحول العادل نحو الطاقة الخضراء، ولها أيضا خبرة في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دينا. ومعنا المهندس عمار أبو دريس. عمار هو متخصص في قطاع أو في إدارة النفايات الصلبة، متخصص في الخدمات البلدية، في جمع النفايات، في نقلها، وأيضا في الحوكمة المتعلقة بقطاع النفايات. له أيضا عدد من يعني عديد من خلينا نحكي الخبرات مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية كمستشار إقليمي بيئي في مواضيع النفايات ومواضيع تغير المناخ. أهلا وسهلا مهندس عمار. اسمحوا لي أن أبدأ، وبما أنه حكينا شوي عن أنه إحنا سعيدين كمجتمع بيئي، خلينا نحكي بأنه البيئة والتنمية المستدامة هي أحد المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في الأردن للعشر سنين القادمة. هذا يعني بخلينا نتساءل، وبوجه سؤالي لمعالي أبو مناف، يعني بطلع لنا ننبسط، وهل يمكن للأردن فعلياً كان وي أفوردت يعني أن نضع الأجندة التنموية الخضراء في قلب أولوياتنا العشر سنين القادمة؟ وإذا نعم ليش، وإذا لا ليش؟ هاي استعملت كان مقصودة. I think we can afford, we cannot afford not to. يعني النظرة البيئية، نظرة المجتمع كانت تاريخيا للي بيشتغلوا في البيئة انهم جماعة عندهم اخلاق وبحاولوا يحافظوا على البيئة، بس هدول ضد التنمية او عقبة بوجه التنمية. وانا كنت يعني بحكومات كان دائما لما ارفع ايدي احكي بدي احكي البيئة، يا خالد ما بدنا استثمار. فبطلعنا ننبسط لسبب، لأنه اليوم عم نترجم البيئة لفرص وليس فقط عوائق بوجه التنمية. اليوم البيئة أصبحت هي العمود الفقري للتنمية في العالم. أساس التنمية هو التفكير البيئي والتفكير المستدام. اليوم نتطلع على أي قطاع لازم يدخل فيه عنصر البيئة حتى يكون مستدام. حكيتي على إدارة النفايات. اليوم النفايات زمان كنا نشوفها end product، اليوم نشوفها raw material لبرودكت جديد ممكن نستغله اقتصاديا. الطاقة كذلك، اليوم العالم بيحكي بالرينيوبل انرجي، الطاقة المتجددة والانرجي افيشنسي. اكبر استثمار في اخر 10 سنوات في العالم كان في موضوع الطاقة المتجددة، هو اللي كان المحرك الاقتصادي وهو محرك بيئي. كان في win-win situation، انه بنشتغل بيئة لأنها إحنا نحصد الطاقة الطبيعية من الطاقة الطبيعية المستدامة وننتج طاقة، وبالتالي منحرك الاقتصاد. في أي قطاع ممكن تفكري فيه اليوم البيئة هي عنصر رئيسي فيه. إذا منطلع على قطاع النقل، اليوم قطاع النقل في الأردن يستهلك أكثر من 50% من طاقتنا. لماذا لا يتحول إلى طاقة متجددة ومنظمة وبالتالي طاقة نظيفة؟ فبالتالي نحافظ على البيئة ولكن أيضا يحرك الاقتصاد. إذن هي ليس فقط هدفها المحافظة على البيئة. اليوم في المحميات الطبيعية، تاريخيا إحنا كنا نعمل محميات طبيعية عشان نحافظ على هذه الموائل الطبيعية والأنظمة البيئية المختلفة اللي هي مميزة وهي يعني جواهر الأردن الطبيعية. هذه المحميات اليوم أصبحت المحرك الاقتصادي الرئيسي في مجتمعاتها. فاليوم حتى الحكومة بتطلب مرات نعمل محميات هدفها تشغيل الناس. احنا بنشوف حالنا نجحنا لانه احنا ما كان هدفنا فقط تشغيل الناس، شفنا المحميات لان المحافظة عليها، ولكن اصبح تشغيل الناس وسيلة للمحافظة عليها ومنع اي نشاط تدميري فيها. اليوم اذا منروج الاردن لديستينيشن اخضر
زي ما عملت كوستاريكا رح يكون في خلق فرص عمل جديدة نتيجة هذا الاقتصاد الأخضر. اليوم ممكن نروج الأردن كديستينيشن إيكوتوريزم ونبني عليه ونستثمر فيه بدل ما نستثمر في بعض مثلا الصناعات التدميرية، ممكن نتوسع في موضوع الإيكولوجينج وهذه الخدمات يعني هذا بشكل. فطبعا احنا مبسوطين حتى لا ترى فقط البيئة هي عائق والتزام أخلاقي بالضرورة للبشرية، ولكن أيضا فرص اقتصادية. معليك بس هيك سؤال متابعة، كيف نقدر نضمن إنه عملية النمو الأخضر وهذا المحرك وما يندرج تحته هي عملية رح تكون ممأسسة ولن يأتي يوم بغض النظر الآن أو لاحقاً اللي نيجي نحكي فيه عن المقايضة أو التنازلات، وأول إشي بنتنازل عنه دائماً هو الملف البيئي أو الأولوية البيئية أو المعيار أو المواصفة البيئية؟ كيف نستطيع أن نضمن إنه البيئة تبقى على يعني خلينا نقول مش في الأعلى في القمة ولكن في قلب الأولويات؟ أول شيء لازم يكون فيه هنالك إيمان من أصحاب القرار في هذا الموضوع. اثنين أن يروا هذه الفرصة ويعملوا على على يعني to harvest هذه الموضوع. اثنين نمأسسها، كيف نمأسسها؟ اليوم إذا حكينا في قطاع النقل يجب أن يكون هنالك إنجن بيئي داخل وزارة النقل، وليس فقط دور وزارة البيئة مشكورة والله يعينها، هي وزارة البيئة اليوم بدها تدخل في كافة القطاعات حتى تقنعهم بالمعايير البيئية المستدامة. يجب أيضا أن يكون هنالك وزارة بيئة في كل قطاع، وحتى في رئاسة الوزراء هي أن تكون صمام الأمان لأول شيء ترى هذه الفرصة وتدفع باتجاهها. فيجب أن نمأسس البيئة في طريقة تفكيرنا في المؤسسات الموجودة في هذه القطاعات ونحولها إلى فرص. لا يعني لا ترى مديريات البيئة في هذه القطاعات أنها عائق، بل ترى أنها أسد يدفش أو يدفع في التحسين البيئي. يجب أن نمأسس البيئة في هذه القطاعات. نعم إن شاء الله، وأعتقد أنه الرؤية رؤية التحديث الاقتصادي لا تكتفي فقط بشعارات وبمستوى عالي خلينا نحكي من الالتزام، ولكنها أيضا تطلب التدرج في وضع إجراءات ومشاريع وبرامج محددة حتى نعظم الفرص اللي حكى عنها معالي. بدي أنتقل يمكن للمهندس عمار. مهندس عمار، يعني يمكن الموضوع الاقتصاد والبيئة أو الاقتصاد الأخضر صار شوي معروف وواضح للعديد من الناس، ولكن لما بنيجي نحكي عن جودة الحياة، تحسين نوعية الحياة، وبنحكي عن التطوير العمراني المستدام، المبادئ الخضراء في التطوير العمراني، يعني ممكن تحكي لنا كيف تجسد رؤية التحديث الاقتصادي الروابط ما بين الاستدامة البيئية وما بين جودة الحياة أو نوعية الحياة؟ بسم الله، يعني أسعد الله صباحكم جميعا. إنجاز التعبير بعدنا قبل الساعة 12. أنا اليوم مبسوط أول شيء إن إحنا موجودين بالبحر الميت، إحدى النظم الطبيعية اللي موجودة. هذا النظام الطبيعي الموجود هو اللي خلى الاستثمارات اليوم اللي موجودة إحنا حوالينا، الفندق اللي موجودين فيه والقاعة، تكون قريبة من النظم الطبيعية. بس إن شاء الله إننا نقدر نحافظ على هاي النظم الطبيعية بعد جلب الاستثمارات إلها. اليوم إحنا إذا بنحكي عن الاستدامة الخضراء وعلاقتها بجودة الحياة وتأثيرها على الاستثمار والاقتصاد والروابط المشتركة بينها، إحنا بنحكي عن واقع مدن فعليا لازم يكون فيها مناطق خضراء، لازم يكون فيها تعظيم لموضوع الاقتصاد الدائري والاستخدام الأمثل للموارد، الاستخدام الأمثل للموارد على المستوى المحلي، لأنه اليوم إذا بنطلع فيها عالميا، اليوم كل الدول بالعالم بطلت تتوجه لأنه بس أنا أحاول أجد أسواق خارجية إلي مثلاً للموارد اللي موجودة عندي بالدولة بمقدار ما أني أحاول أحتويها أنا داخل الدولة. اليوم موضوع البناء المستدام هو ليس مرتبط فقط بالبناء الأخضر اللي يراعي معايير البناء الأخضر، بينما أيضاً البناء اللي قابل أنه كل طبقات المجتمع تكون ساكنة فيها. حتى لما بدي أحكي عن مدن جديدة أو مدن حالية اليوم، سواء التوسع للأسف الأفقي اللي صار عندنا نتيجة غياب المخططات الشمولية بالمدن بالأردن اللي قضى على كثير من المناطق الزراعية،
اليوم هذا التوسع ما راعى ببعض الـ 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 الانسداد، أنا بحكي بالفراغات الحضرية الموجودة بالمدن، ما راعى احتياجات الناس ولا راعى جودة الحياة نفسها وصحة المواطن. كيف تراعي الرؤية هذه الجوانب؟ الرؤية طبعا هي اشتملت مع فريق من أصحاب الاختصاص اللي كانوا بالتنمية الحضرية، موضوع فعليا إعادة النظر باستخدامات الأراضي بالأردن، إعادة النظر بالمخططات الشمولية الموجودة، توفير فعليا، أنت بتجذب الاستثمار لمطور عقاري اليوم بأي بلد بالعالم، المطور العقاري ما بيجي عندك فعليا إلا إذا كان فيه قابلية للناس. أنا بحاول أحكي أني بالعربي أنه قابلية للناس أنها تشتري، في قدرة عند الناس شرائية موجودة على بيوت فعليا بتراعي الاستخدام الأمثل للطاقة بحيث أني أخفف كلفة الطاقة اللي موجودة عندي، بتراعي الاستخدام الأمثل للمياه، بيكون فيها فعليا جزء من المشاركة بالحصاد المائي أو المياه اللي إحنا بنحكي عنها المياه المنزلية. اليوم نحكي عن فعليا نفس المدينة المفروض بموضوع الانسياب المياه الطبيعي، مياه الأمطار المفروض يكون في عندي خزانات تجميع للمياه، وهي في مشاريع ريادية قادمة إن شاء الله. اليوم أنا المدن القائمة فعليا أنا المباني، إذا بنطلع على المباني القديمة اللي كانت تكون موجودة بالمناطق التراثية بالأردن، هي مباني تراعي فعليا موضوع الطاقة وموضوع الاستخدام الأمثل للطاقة داخل المبنى أكثر من المباني اللي إحنا وصلنا لها اليوم. وأنا بتذكر بيوت في منطقة السلط اللي هي صنفت بالفترة الأخيرة كإحدى المدن التراثية على قائمة اليونسكو، بتذكر بيت جدتي بمنطقة وادي الأكراد بالسلط، فعليا أنا ما كنتش أحتاج فيه بالشتاء أني أحط الصوب زمان أشغلها جنبي، لأنه البيت كانت تدخل فيه الشمس من الثمان جهات، وكأنهم كانوا يحسبوا على السولار باث دياجرام كيف البيت لازم ينبني وكيف شكله بالفصول المختلفة. فالرؤية فعليا راعت هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه في خطط تنفيذية بتكون لمراعاة موضوع بالذات موضوع اليوم استخدامات الأراضي وربطه بالعلاقة البيئية، والحكي عنها معالي خالد بيك. الناس تحكي بتشكي موضوع من موضوع الدراسات البيئية، أنه أنا اليوم لما بدي أجي أعمل استثمار جديد سواء عقاري صناعي بيواجهني عائق بنوعية استخدام الأرض. اليوم أعتقد في نقلة نوعية بوزارة الإدارة المحلية وبالجهات المسؤولة عن تنظيم الأراضي، بحيث أنهم بلشوا على المدى القصير أنهم يشتغلوا على تحديد فعليا الأرض الزراعية وين اللي ممنوع فيها البناء، والأراضي الثانية القابلة للاستثمار، بحيث تكون هي جاذبة فعليا للعيش، والعيش الرغيد المرتبط بحياة أفضل للناس، أنه الناس فعليا تكون في عندها مساحات خضراء متوفرة، بنفس الوقت تكون في عندها خدمات داخل المدينة متوفرة، والخدمات الذكية دائما المرتبطة بتطبيقات ذكية مش هي الحل لحالها، لأنه خدمة النقل اليوم بالتطبيقات الذكية اللي موجودة عندنا بالأردن فعليا استهلكت البنية التحتية عندنا، لأنه فعليا لازم نتوجه لنقل عام ذكي أكثر منه نقل فردي بسيارات كثيرة. هذا بس يعني رح أرجع لك مهندس عمار تحكي لنا أكثر عن قطاع النفايات الصلبة وإدارته والرؤية إيش فيها من جديد. أنتقل للمهندس عمر. عمر، زي ما استمعنا حتى بإجابات الزملاء والإخوان عم بتطرقوا دائما لقطاعات أخرى، يعني عمرنا ما عم نجاوب على البيئة أو الاستدامة لحالها، ذكرنا المي الطاقة النقل إلى آخره. كيف بتلاقي رؤية التحديث الاقتصادي عالجت وتطرقت بشكل واضح لموضوع النكسس أو متلازمة المياه والطاقة وحتى الأمن الغذائي، يعني من وجهة نظرك وأنت تعمل يعني كمان مطلع على الممارسات الدولية في هذا المجال، شو هي أهم ملامح النكسس خلينا نحكي بالرؤية؟ شكرا ربا، شكرا للجميع، إن شاء الله سامعيننا أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، زملائي والحضور الكريم، شكرا لإشراكنا في هذا البانل المهم. لا شك يعني بناء على عرض معالي والمهندس عمار وربا، الموضوع التكامل ما عاد موضوع ثانوي، هو الأساس. اليوم احنا والمهندس عمار ذكر موضوع ريسورس افيشنسي، استخدام الأمثل للموارد. الأساس عندنا اليوم كمان الطبيعة، مثل ما تفضل معالي، هي الأساس لكل المصادر الموجودة عندنا.
وبناء على جلسة الصباح بعود للتذكير إنه إحنا في الأردن بأمس الحاجة للاستهلاك الأمثل والاستخدام الأمثل للموارد، كونه البلد بتعرض لمشاكل واضحة ونتيجة ظروف واضحة خاصة موضوع التغير المناخي، وبالتالي لابد من تحويل هاي المشاكل والعقبات إلى فرص. كيف ناقشنا هذا الموضوع يعني سواء بقطاعنا بالنمو الأخضر بالتنمية الحضرية وأيضا في قطاع الطاقة، أنا ساهمت كمان في جلسات قطاع الطاقة، موضوع التشاركية هي الأساس، وبالتالي مفهوم التكامل النكسس واحدة من أهم الموارد، والموضوع الآخر هي الإدارة المثلى للموارد وليس بالضرورة الموارد الأساسية حتى الثانوية، والكل بفكر دائما زي ما تفضل المهندس عمار بداية بإدارة ملف النفايات، ولكن أيضا يوجد ملفات أخرى، يعني ليش ما يكون في نكسس إنرجي ترانسبورت، النقل والطاقة، وهذا مهم جدا خاصة في دولة تملك مصدر طاقة نهاري زي ما حكينا في الفترة الصباحية، ممكن حتى تخزينه في سيارات الكهربائية، وبالتالي إيجاد فرص بديلة إضافة لاستثمار إضافة لخلق فرص عمل، وهي تحقق الرؤية بالنسبة للرؤية الاقتصادية يلي اليوم إحنا بصدد مناقشتها. الموضوع الثاني المياه والغذاء والطاقة، وهي يعني ثلاث محاور أساسية ومهمة جدا إحنا بأمس الحاجة للتكامل فيها، ليس بالكلام وليس على ورق وإنما بالعمل. الحمد لله إحنا في عنا ومعالي موجود معنا الجرين جروث استراتيجي للأردن موجودة، لكن بدها تكامل حتى في العمل وليس فقط على الاستراتيجية وعلى خطط العمل الموجودة فيها. إذا ما تم العمل المشترك، التخطيط المشترك، الإدارة المثلى للموارد بما فيها المالية، لن يتم تطوير أي قطاع. عندنا قطاع معالي وزير المياه معانا، قطاع المياه يمر بأصعب حالاته اليوم، لكن كمان في فرص وآمال كبيرة ليس فقط على الناقل الوطني وإنما التكامل. حتى الناقل الوطني كلياتنا كنا النادي يكون جزء كبير من الطاقة اللي لازم للناقل الوطني تكون طاقة مستدامة، وهذا هو جزء من التكامل. اليوم دخل كمان مفاهيم جديدة مثل مثلاً الهيدروجين الأخضر وغيره، هذا برضه متكامل مع هذا القطاع. كل هذا يعود ويصب في رؤية التحديث الاقتصادي. ليش؟ لأنه في فرص استثمارية جديدة، كمان حكينا بالجلسة الصباحية إشراك القطاع الخاص بهذا المجال، في فرص كبيرة لإيجاد فرص عمل كمان، وهذا إشي الكل يبحث عنه في كافة القطاعات. الأهم إحنا يعني من تجربة عملية في مجال الصناعة مثلاً وفي مجال إدارة النفايات زي ما تفضل المهندس عمار، بس أنا بدي أركز على الصناعة، مفاهيم المثلى للإنتاج والاستهلاك والاقتصاد المدور circular economy تم تطبيق ببساطة. يعني إحنا الكل بيحكي بنعمل تدقيق للطاقة على منشأة صناعية أو أي مبنى، لكن في تدقيق للموارد وهذا يوفر وفر عالي جداً، وإحنا بنعرف الكل أغلب الصناعات بتعاني من الكلف العالي على رأس الطاقة، لكن أيضاً في كلف إضافية. موضوع الإدارة الأمثل للموارد ما فيها المواد الخام، المياه خاصة، أثبت جدوى وخفض الكوست بشكل عالي، وبالتالي خلى أي صناعة عندها تنافسية أعلى. فاليوم بدل ما نضل نفكر فقط في ملف طاقة، لازم نفكر بتكامل إدارة الموارد المختلفة، وهاي توجد فرص عمل جديدة لكن أيضا فرص اقتصادية إضافية، وبالتالي لابد البناء عليه. شكرا عمر أنك طرقت لهذا الموضوع، هي مش بس للصناعة، حتى لقطاع السياحة، حتى لقطاع الخدمات، وأعتقد أنه كمان موضوع الإكسبورت أو التصدير يتأثر بشكل كبير اليوم خاصة لدول الاتحاد الأوروبي وتقريبا لكل الدول الغربية بموضوع الالتزام بالمعايير البيئية وإدخال مفهوم النكسس والSDGs والSustainable Development Goals الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. بنتقل مباشرة لدينا. دينا، إلى أي درجة رأيتي الرؤية منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الSDGs، ولماذا هذا الانسجام أو هذا الترابط مهم للأردن؟ شكراً ربا ومرحباً جميعاً. شكراً للتطرق. يعني إحنا دائماً لما نحكي عن أهداف التنمية المستدامة، السبب الأساسي لأهداف التنمية المستدامة اللي هي زي ما حكينا عيش رغيد للناس، إنه إحنا يكون في عنا مجتمع مستدام، ناس عايشين براحة، الموارد مستخدمة بطريقة مستدامة. لكن هذا كله حطينا ب17 هدف، واللي بدي أحكي إنه ما مستحيل نعمل على هدف دون الآخر. يعني أي هدف
بل بدأنا نعمل عليه مستحيل ما يكون له أثر إيجابي. إذا عملناه صح ما يكون له أثر إيجابي على الأهداف الأخرى، أهداف التنمية المستدامة الأخرى. الرؤية صدقاً الرؤية هي إجت بداية، بدي أرجع للي نذكر سابقاً أنه طريقة اللي تم تنفيذ هاي الرؤية فيها ما كانت زي ما تعودنا دائماً القطاع الحكومي هو ماخد عاتقه الأكبر عملية التنفيذ والتخطيط، بالعكس هو تم إشراك جميع أفراد المجتمع من مختصين بيئيين من قطاع خاص من مجتمع مدني، فبالتالي هاي الرؤية إجت دامجة كل متطلبات وجهود كل العاملين في القطاع بهذا القطاع البيئي والSDGs طبعاً included. هلأ لما حكينا أنه كانت هي بطريقة تشاركية فبالتالي كانت طريقة عمومية وشاملة وتهدف الأهداف اللي إحنا بنسعى فيها من طريق عملنا اليومي. وزارة البيئة مشكورة هي نقطة الاتصال لكثير من الاتفاقيات البيئية، لكن ما مننكر أن وزارة البيئة هي مش وزارة تنفيذية، يعني عملية تنفيذ كل هاي الالتزامات على الأردن تقع على عاتق مسؤولين آخرين ضمن الدولة، وزارة الطاقة، وزارة المياه، وزارة الزراعة والسياحة، مش بس هون منوقف، منوقف برضه على القطاع الخاص وإدماجه في الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، المجتمع المدني وبناء قدراته لحتى يقدر أنه يتجه نحو الاستدامة. جزء كتير كبير مهم اللي هو الشباب، عندنا طاقات شبابية كاملة رائعة جدا ممكن استثمارها في عملية الاستدامة والديمومة وعملية اللي هو Sustainable Development Goals. وإذا بدي أجي فرضا عم نحكي، يعني كنا عم نحكي عن المدن المستدامة، كنا عم نحكي عن التنوع الحيوي، موضوع التغير المناخي تطرق إلى عمر، مستحيل نمشي بأي تخطيط إذا ما كان تخطيط استراتيجي واعي يخدم السنين المتتالية وبشراكة مع كل القطاعات بطريقة مستدامة ما رح نصل. القصد إنه إحنا إذا كان للأسف في عنا إنه دائما نحكي لازم إدماج الـ SDGs بخططنا وعملنا ممتاز لهلأ على الورق للأسف، لكن لما نيجي على التنفيذ للأسف دائما في معايير أخرى عم تاخد الأولوية. فالرؤى أعتقد الرؤية هون إحنا إجت أعطت التوازن ما بين الـ SDGs وما بين الـ Implementation بطريقة أنه زي ما حكى معالي إحنا مش عم نوقف النمو، بالعكس إحنا بدنا إياه يصير نمو مستدام، بدنا يكون في فرص عمل، بدنا يكون في عنا يكون هناك في Green Growth، في عنا Circularity of the System، في الأنظمة الجديدة اللي عم تطلع هي من صالحنا. وفي برضو عم نحكي عن التمويل، لما نحكي عن التمويل هلأ اعتمادنا على التمويل الخارجي صار في عنا بدي احكي عنه تشيك بوكس، ان انت لاي درجه انت مستدام، لاي درجه انت عم تاخذ معايير الطاقه، عم تاخذ معايير الاساليب الخضراء والديمومه الريزيلينس المنعه، كلها هاي عم تعطي بكل البساطه سكور لك، انت هل انت عن جد مشروعك هل هو مستدام، هل هو اخضر، هل الفرص العمل هي خضراء. فبالتالي اذا كانت احنا عنا خططنا التنفيذيه عم تاخذ هاي من نقطه صفر داون دا يعني طول طريق التنفيذ، مش بس التنفيذ مع احترامي احنا مننفذ ومنوقف برضه عمليه المونيتورينج عمليه المراقبه ومن ثم بناء على سواء كان الصح او الخطا وتفادي الخطا في هاي الحاله. معليك بدي يعني كمان استمزج رايك وخبرتك ايضا بما انك عملت ايضا كوزير. اليوم بتحكي الرؤيه ايضا عن ادماج القطاعات الخضراء في أجندة الحكومة الاستثمارية، يعني لما بنيجي نحكي بدنا نستثمر أو نجذب استثمارات بدنا ندخل القطاعات اللي فيها بوتنشال لنمو أخضر. وفي أيضا حكي عن تمويل مناخي الكلايمت فاينانسينج وقديش في عنا أدوات تمويلية، بتقدر تعطينا هيك إضاءات ما هي الفرص فعليا اللي ممكن الأردن يستفيد منها، خاصة إنه إحنا عم نحكي عن قطاعات غير بيئية، يعني اللي بدهم يعرفوا عن هاي الفرص ويحاولوا يجذبوها قد لا يكونوا من القطاع البيئي. بس أنا بدي أبني على اللي حكته الأخت دينا في موضوع التمويل، ومعنا معالي باسم السالم يعني من يعني اللي يعني داعمين وموجودين في قطاع البنوك وبيعرفوا في هذا الموضوع. وقع اتفاقية قبل يومين فبنهني. التمويل المحلي كمان مهم، يعني احنا دائما تبعون البيئة مندور انه حتى نحبب الناس فينا منحكي لهم احنا هلأ بدنا نجيب تمويل خارجي. اليوم القطاع الخاص يجب ان نتوجه الى القطاع الخاص، واذا ما كان اي مشروع اخضر مجدي اقتصاديا ما حدا رح يجي. اليوم يجب ان نتوجه الى القطاع الخاص، يجب ان نتوجه للممولين البنوك أن يكونوا كمان يتشجعوا ويمولوا هذه المشاريع، لأنه اليوم
بمشاريع الطاقة المتجددة كان بنك واحد في الأردن بيقدر يعطي ديون بالدولار، ولا بنك أردني قدرنا فاليوم هذه الأمور لازم أن يتغير. أنا ما بعرف شو صار، يمكن معالي بصححنا، ولكن ليس فقط التمويل الخارجي هو كمنح هو نركز عليه، نركز على التمويل للمشاريع المجدية اقتصاديا. وأنا بأكد لكم كثير من المشاريع مجدية اقتصاديا، عندنا قصص ناجحة، قصة الرينيوبل انرجي في الأردن قصة ناجحة، ولكن خلينا نحكي بصراحة كربجناها. احنا اليوم وصلنا ل 20% من الكهرباء رينيوبل، وهذا انجاز كبير للأردن. وصلنا الى تحدي انه قدرة الجريد وكاباسيتي، وهذا انترميتنت ومشاكل فنية. الحل هذه المشاكل الفنية ليس ايقاف هذه المشاريع، بل التغلب على هذه التحديات الفنية. اليوم يجب أن نتغلب عليها في وسائل متعددة، السمارت ميترينج، الديفرنت تارف ستراكتشر إلى آخره، حتى نستمر بالتوسع في طاقة نظيفة ورخيصة بالنسبة لنا. اليوم أصبحت رخيصة، ليش ما نتوسع ويكون الأردن ديستينيشن لصناعات بأوف جريد سوليوشنز مثلا. فكل هذه يعني اليوم الاقتصاد الأخضر هو وسيلة. احنا اليوم بنحكي كلنا موجودين عشان المليون فرصة عمل اللي بدنا نسويهم بعد 10 سنين، لن نستطيع ان يعني نركز على هذه الفرص عمل ونحققها دون ما التوجه نحو اقتصاديات جديدة وافكار جديدة خارج عن النمط اللي احنا ماشيين فيه. وانا بعتقد الاقتصاد الأخضر هو احد الوسائل المهمة في ذلك. شكرا، ويعني زي ما بقولوا وي ويل اند اون ا بوزيتيف نوت. وبدي اشكر الحضور، بدي اشكر المتحدثين الزملاء الاعزاء اللي كانوا موجودين، ويمكن بدي اختم ايضا بهيك رساله، يمكن كمان لاني بلتقي كثير بشباب وصبايا متخرجين بتخصصات البيئه والهندسه البيئيه والطاقه المتجدده وغيرها، وربما هيك يعني بتركهم خلينا نحكي الامل في انه في وظائف، في فرص عمل. احنا اليوم ان شاء الله هاي الرؤيه ليست هي ربما العصا السحريه اللي بنعمل هيك بيطلع مليون فرصه، ولكن بالتاكيد اذا بنفهم وبنستشرف المستقبل واين نستطيع ان ندخل سوق الاقتصاد الاخضر والنمو الاخضر، بالتاكيد قطاع البيئه هو من القطاعات الواعده. وانا كحد دارس بيئه بحكي لكم استمروا في دراسة التخصصات البيئية، ولكن كمان نجهز حالنا بمهارات ومتطلبات ومعارف السوق الجديد، السوق الأخضر الجديد. أشكركم مرة أخرى، وكل الشكر معاليك مهندس خالد إيراني، سيد عمر أبو عيد، سيد عمر أبو دريس، والسيد دينا كسبي. وإحنا جاهزين، راح يكونوا المتحدثين موجودين خلال الكوفي بريك إذا في حدا عنده أي أسئلة. شكرا جزيلا.